اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم، ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا، إنك أنت الواسع الكريم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفهمنا وأن يعلمنا وأن يفتح علينا فتوح العارفين، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير، وهو سبحانه وتعالى حسبنا ونعم الوكيل. نقول وبالله التوفيق. قال الإمام الشهاب الرملي رضي الله تعالى عنه وأرضاه ونفعنا بعلومه في الدارين اللهم أمين، قال: قلنا المراد بهم الموجودون في كل عصر، لأنه تعالى لما علق العقاب على مخالفتهم زجرا، يبقى القصد من العقاب هو الزجر، هو الكف عن فعلهم، وترغيبا، ترهيبا وترغيبا، يرهبهم من مغبة المخالفة ويعدهم بحسن الموافقة، وترغيبا في الأخذ بقولهم. علمنا أن المقصود هو العمل، فالمقصود من الآية هو العمل، والعمل إنما يكون في الدنيا، فاقتضى أن يكون المراد جميع المؤمنين الموجودين إلى يوم القيامة، يعني أن الإجماع في كل عصر وفي كل زمن له أناسه الذي ينعقد بهم الإجماع. فانتفى أن يكون المراد، فانتفى أن يكون المراد، المراد من يا مشايخ، المراد من قوله تعالى ويتبع غير سبيل المؤمنين، أن يكون المراد جميع المؤمنين الموجودين إلى يوم القيامة، لأنه لا عمل في يوم القيامة، وإنما هو يوم حساب ويوم جزاء، وليس فيه عمل واختبار وابتلاء. ولقوله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا، فصار العلماء الوسط بالعدول، أي وكذلك جعلناكم أمة معدلة في أفرادها وأشخاصها عند اجتماعهم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا، أي عدولا عدلهم. من الذي عدلهم؟ الذي حكم عليهم بأنهم وسط، والذي حكم عليهم بأنهم وسط هو الله سبحانه وتعالى. وكذلك جعلناكم أمة وسطا، أي عدولا عدلهم. وما دام أن الله سبحانه وتعالى عدلهم يكون هؤلاء القوم عدول، لأن معنى أن الله سبحانه وتعالى عدلهم أنه سبحانه وتعالى حكم عليهم في حال الاتفاق أن يكونوا عدولا، فتجب عصمتهم، أي فتثبت على هذا عصمتهم. فالوجوب هنا ليس معناه الوجوب الشرعي، ما المعنى إيه؟ معناه الوجوب اللغوي، هو أن الله سبحانه وتعالى قد عدل هؤلاء، فثبت من خلال تعديله سبحانه وتعالى لهم ثبتت عصمتهم. والعصمة كما قلنا قبل ذلك هو سلب القدرة على المعصية، يعني أن الله سبحانه وتعالى قد سلب هؤلاء القدرة على المعصية عند اتفاقهم وعند إجماعهم، فتجب عصمتهم عن الخطأ والمعصية وكل ما لا يوافق الشرع. والعصمة من الخطأ، ما معنى العصمة من الخطأ؟ إن قولك صحيح. ويعني قول صحيح؟
يعني موافق لمراد الله. ويعني ايه موافق لمراد الله؟ يعني حج. واحدة واحدة توصل قولا وفعلا. فإذا قالت الأمة قولا كان قولها صحيحا، وإذا فعلت الأمة فعلا كان فعلها صحيح، وإذا فعل بعضها وقال بعضها كان ذلك صحيحا. كبيره وصغيره، يعني سواء كان العمل كبيرا أو صغيرا، كان الفعل صغيرا أو كبيرا، بخلاف تعديلنا، أي لأننا إذا عدلنا فإننا نحكم بالظاهر، والله يعلم ما في البواطن وما في الصدور. ولأن تعديلنا لا يوجب أن يكون الشخص عدلا في الواقع ونفس الأمر، بخلاف ما إذا عدلهم الله سبحانه وتعالى، فإن تعديله لهم يدل على أنهم كذلك في الواقع ونفس الأمر، بخلاف تعديلنا. قيل هذا رقم واحد من الاعتراضات: العدالة فعل العبد، والوسط فعل الله، وإذا اختلفا فلا تكون العدالة هي الوسط ولا الوسط والعدالة. لماذا؟ لأن العدالة فعل العبد، والوسطية فعل الله. وعلى هذا فنحن نقول ليست الوسطية هي العدالة، لأن الوسطية هي فعل المولى سبحانه وتعالى، جعلهم أمة وسطا، وأما العدالة فهي فعل العبد، أن تفعل الواجبات وأن تترك المنهيات وأن لا ترتكب مخالف المروءات إلى آخر ما في الباب من اعتبارات، ولكن أنت تحمل فعل العبد على فعل الله، أنت تفسر مال الله على مال العبد، مش علاقة الوسطية بفعل الله. قالوا بس أنت مش واخد بالك، ما هو مدام ربنا قضى بأن وسط يكون فعل العبد جاريا على ما حكم الله به من وسطية، لأن العبد داخل في قدرة الله. ليس معنى ذلك يعني الحلول، ولكن داخل يعني لا يخرج عن مقدور الله وعن مشيئته، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، والله على كل شيء قدير. فلا يكون العبد فاعلا لشيء إلا إذا أراد الله، ولا يكون تاركا لشيء إلا إذا أراد الله، فصار فعل العبد هو فعل الله سبحانه وتعالى. فليس تفسير الوسطية بالتعديل تفسيرا له بالمخالف، لأنه هو بيدعي في الاعتراض أن تفسير الوسطية بالعدالة تفسير بالمخالف، لأن الوسطية صادرة من صاحبها وهو الله، والعدالة صادرة من صاحبها وهو العبد، فهذا تفسير للشيء بما يخالفه. قلنا له لا، لأنك في الحقيقة لو أمعنت النظر وتأملت الفكرة وسبحت بخيالك في الآيات القرآنية طالبا للهداية علمت أن فعل العبد هو من مشيئة فعل الله سبحانه وتعالى، حيث إن العبد لا ينفرد بفعل لا يريده الله سبحانه وتعالى، فصار فعل العبد هو فعل الله. فإذا حركت يدك، من الذي حركها في الحقيقة ونفس الأمر؟ هو الله، لأنه لا فعل في الوجود إلا للخالق القهار جل وعلا. قلنا فعل العبد
فعل الله على مذهبنا. يعني أهل السنة والجماعة يعني كون العدالة، يعني كون العدالة فعل العبد لا ينافي كونها وسطا، إذ فعل العبد فعل الله سبحانه وتعالى مخلوق له كما قلنا، كما هو مذهب أهل السنة والجماعة. فكما أن الوسط مجعول لله فكذلك العدالة فعل الله سبحانه وتعالى. قال: قيل عدول وقت الشهادة. الجماعة دول مش عايزين الإجماع يكون له قومة، تخلصوا من حاجة يردوا على حاجة. طيب قال لك سلمنا ما تقول، وأن فعل الله وأن فعل الله فعل العبد هو فعل الله، ولكن أنا مسلم بأنه هم عدول، ولكن مش عدول في الدنيا، عدول عندما يشهدون على الناس يوم القيامة بين يدي الله سبحانه وتعالى. طب ما ليه بقى مولانا؟ قال لأنه يوم القيامة مش هيكذبوا. قال طب ما هو كل من يقف أمام الله سبحانه وتعالى يوم القيامة لن يكذب، فما المزية بينهم وبين غيرهم؟ ولماذا خصهم الله سبحانه وتعالى بكونهم وسطا ولم يذكر غيرهم بأنهم وسط؟ حملك للآية على أنها يوم القيامة تضيع الفائدة وتضيع المزية والتخصيص، فليس أمامك غير أن أنت تحمل الآية على الدنيا للآخرة. قال عدول وقت الشهادة، يعني أن العدالة معتبرة في الشاهد وقت الشهادة لا قبله، فتكون الأمة عدولا يوم القيامة لا في الدنيا، فلا يكون الإجماع حجة. طيب قلنا حينئذ، يعني إيه حينئذ؟ يعني إذا قلنا بأن العدالة معتبرة يوم القيامة فلا تكون هناك مزية لهم، أي لأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم على غيرهم، فالكل أي كل الأمم تكون كذلك يوم القيامة، لكن المزية حاصلة لهذه الأمة، وإذا حصلت لهم المزية وجب أن نحملها على معنى يفيد فائدة، وهو أن العدول وأن الوسطية إنما تكون في الدنيا لا في الآخرة، فالكل عدول، فالكل يكونون كذلك، يعني كل الأمم تأتي يوم القيامة وإذا وقفت بين يدي الله فإنها تخبر بالحقيقة ولا تستطيع أن تخالف شيئا فيما حصل لهم في الدنيا. بعد أن انتهينا من أدلة الإجماع ورأينا كيف أقاب علماؤنا الأدلة ونقحوها وردوا على المخالفين فيما خالفوا فيه الإجماع، انتقل يتكلم على مسألة جديدة متعلقة بالإجماع، لأن هذا هو الباب، واختلفوا في كون حجيته قطعية أو ظنية. يعني إذا وصل إلينا الإجماع فهل نعتبره حجة؟ فهل نعتبره حجة قطعا أم لا؟ قطعا يعني بلا نزاع بلا خلاف. ذهب الأكثرون إلى الأول، ذهب الأكثرون من الأصوليين العلماء إلى أن الإجماع حجة
قطعية. وذهب الإمام الرازي والآمدي إلى الثاني، أي أن الإجماع حجة ظنية. والمحققون لم يختلفوا والمحققون إلى أنه إن لم يختلف في ثبوته فقطعي. يعني كأن وافق العلماء كافة على حجيته، إن لم يختلف ما فيش حد خالف فيه في ثبوته، ما فيش حد قال بيه والآخر ما قالش بيه، ده كل القائلين يعني كل القائلين بحجية الإجماع قائلون بأن هذا مما يعني يكون الإجماع فيه حجة. وإلا وإن اختلف العلماء فيه بأن أثبته بعضهم وقال بأنه حجة، وبأن رفضه بعضهم وقال بأنه ليس بحجة، فيكون حينئذ ظنيا. ظني يعني إيه؟ يعني كخبر الآحاد يا سيدي، يعني يجوز إن أنا خلفه، يعني يجوز إن أنا أعدل إلى دليل آخر مع وجودي لأنه دليل ظني، رأيت أن غيره أرجح منه، رأيت أن غيره أرجح منه. كالإجماع السكوتي، الإجماع السكوتي اختلف العلماء فيه على أقوال متعددة، والذي ذهب إلى حجيته هو الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وبعض الناس لم يقولوا بحجيته مع كونهم قائلين بحجيات الإجماع. كالإجماع السكوتي، وما لم ينقرض عصره، والإجماع الذي لم ينقرض عصره خالف فيه الإمام أحمد والحنابلة، فقالوا الإجماع الذي لم ينقرض عصره ليس بحجة، والشرع ورد بعصمة هذه الأمة، يعني أن هذه الأمة لا تجتمع على ضلالة ولا تتفق على باطل. والذي أثبت لنا ذلك هو شرعنا الحديث، هو كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. للأدلة فقط يعني غير بقية الأمم، للأدلة المارة وغيرها، يعني وغيرها من الأدلة التي تثبت حجية الإجماع. وإذا ثبت أن هذه الأمة قد ثبت عصمتها فيمتنع ارتدادها في عصر سمعا على الصحيح، يعني أن هذه الأمة بكمالها وتمامها بعلمائها ومجتهديها يستحيل أن يتفقوا على أمر مناقض للشريعة ومخالف لما هو معلوم من الدين بالضرورة، لأنهم لو فعلوا ذلك لكفروا، ولو كفروا لثبتت الخلل والخطأ للأمة. والأدلة تقول الأمة منفي عنها الخطأ منفي عنها الضلال، والكفر والردة تثبت خلاف هذا. فالأدلة دالة على امتناع واستحالة أن تكفر هذه الأمة قاطبة، لأن كفرها اجتماع على الضلالة، والشرع قال لا تجتمع أمتي على ضلالة، لأنه ضلال، يعني لأن الارتداد ضلال وخروج عن جادة الطريق المستقيم الطريق الرباني، وهو منفي عنها، يعني والخطأ والضلال
بالأدلة المرعية الشرعية منفي عن هذه الأمة، ولخرقه إجماع من قبلهم. الأمة قد أجمع العلماء على استمرار الإيمان وعدم انقطاعه، فالإجماع السابق أثبت أن الإيمان سيكون مستمرا في هذه الأمة، وردتها تؤدي إلى إبطال الإجماع السابق، وإبطال الإجماع السابق باطل، فما أدى إليه فهو باطل، وهو ردة الأمة واجتماعها على خطأ. والخرق يصدق بالفعل كالقول كما يصدق الإجماع بهما، يعني خرق الإجماع الذي هو استمرار الإيمان قد يحصل ذلك الخرق بأن تفعل الأمة فعلا يحكم عليه بأنه كفر، هذا مستحيل، ويقول ذلك خرق الإجماع، وخرق الإجماع ممتنع. أو أن تقول قولا هذا القول يحكم عليها بخروجها عن الدين، يبقى ده خرق للإجماع، وخرق الإجماع ممتنع. أو بأن يقول بعضها قولا وبأن يفعل البعض الآخر فعلا يوافق ذلك القول، كل ذلك ممتنع، وكل ذلك لم يثبت، والأدلة منعته. وقيل لا يمتنع ارتدادهم شرعا، يعني ليس في الشرع ما يمنع ارتدادهم، وليس هناك ما يحيله، كما لا يمتنع عقلا، يعني لأنه لا يترتب عليه في مجال العقول محال، لا لنفسه ولا لغيره، كما لا يمتنع عقلا. ايه ده؟ طب ما انت قلت النصوص السابقة والإجماع. قال له طيب ما سهمتها، انت شو غب بالك، ده هو قبل ما يكفر مش هيبقى من الأمة، ما انت بتقول لا تجتمع أمتي، ما هو لو كفر لن يكون من الأمة حتى يكون قد اجتمع على خطأ، أول ما يكفر مش هيبقى من الأمة، وحينئذ لو كفر الناس كلهم الذين كانوا مسلمين قبل ذلك حال كفرهم ليسوا من الأمة، فلم تجتمع الأمة على خطأ. فهم؟ فهم ولا مش فهم؟ قال ولا يمتنع ارتدادهم شرعا كما لا يمتنع عقلا لانتفاء صدق الأمة عليها وقت الارتداد، أيوة، لأنهم إذا ارتدوا خرجوا عن كونه أمة. أي بس أنت بتتكلم في إيه بقى؟ إحنا أتينا بدليلين، خلي بالك، ارجع ورا كده، عندك كم دليل؟ أو يا ابن الدليل الأول فيمتنع ارتدادها لأنه ضلال ومنفي ولخرقه، أدي دليلين أهو، مش دول دليلين ولا دول حبتين رز؟ الدليل الأول بيقول لك لأنه ضلال، أدي دليل رقم واحد، ولخرقه أدي دليل رقم اثنين، وقيل لا يمتنع، ده ردد على أنه واحد، ده ردد يا أولاد على الدليل الأول فقط. أما الدليل الثاني الذي أجمع العلماء على استمرار الإيمان فليس هذا ردا عليه، ده ضده، ده مصادم ليه، لأن العلماء المجتهدون قد أجمعوا على وجوب استمرار الإيمان في هذه الأمة، ما ردش هو على الدليل ده، لكن رد على الدليل الذي قبله، ولا تجتمع أمتي على ضلالة، قال آه هو ضلال، لكن لما هم يجتمعوا عليه يسلب منهم اسم الأمة، وإذا سلب منهم اسم الأمة واجتمعوا عليه حينئذ لا يكون ذلك يعني
مضادا لما هو عليه الأمة. ده خلاص ده سلب الاسم، ده هو ليس من الأمة في شيء، لكنه لم يرد على الإجماع الثاني وهو لخرقه إجماع من قبله من وجوب استمرار الإيمان. وأجيب بأن هذا الدليل، وأجيب بأن معنى هذا الدليل أنه لا يجمعهم على أن يوجد منهم ما يضلون به الصادق بالارتداد. فاهمين الدليل؟ وأجيب عن هذا بأن معنى هذا الدليل أنه، يعني أن الحال والشأن لا يجمعهم، يعني أن الله سبحانه وتعالى لا يجمع هذه الأمة ولا يجعلهم يتفقون على شيء يحصل به الضلال لهم الذي يؤدي إلى الارتداد. معناه إيه؟ أن ربنا سبحانه وتعالى لن يجمعهم على أن يحصل منهم ضلال، هذا الضلال يعتبر فردا من أفراد الارتداد. يبقى معنى إن الله لا يجمع أمتي على ضلالة معناه إيه؟ معناه إن ربنا سبحانه وتعالى لا يجعلهم يتفقون على أمر من قول أو فعل يضلون به. هذا الذي يضلون به يكون فردا من أفراد الردة، ربنا لا يوفقهم لهذا، يمنعهم من هذا ابتداء. حاصل الجواب أن اسم الأمة واقع عليهم وصادق عليهم قبل الارتداد، فيمتنع أن يقع منهم، لأن قبل الارتداد اجتمعوا على ضلال وكان اسمهم أمة، وبعد الارتداد على طول فورا بعد هذا الفعل صدر منهم أو حكم عليهم بالردة، يبقى هم محال صدور ذلك الفعل منهم من الأمة، لأن الفعل حاصل وفي إثره الارتداد، فهم وهم في حال الفعل هم من الأمة. وحاصل الجواب أن اسم الأمة واقع عليهم وصادق عليهم قبل الارتداد ماشي، فيمتنع أن يقع منهم ردة لأنه اجتماع على ضلال والحديث ينفيه. طيب، ولا يمتنع اتفاقها، يعني ولا يمتنع اتفاق الأمة على جهلي، يعني على أن تجهل ما لم تكلف به، يعني لا يمتنع لا في العقل ولا في الشرع أن تكون الأمة بكمالها وتمامها جاهلة لأمر لم يكلف الله سبحانه وتعالى به، ليس بالوجوب وليس من الكراهة وليس من التحريم وليس من الندب وليس من الإباحة، بأن لم تعلمه أصلا، وهذا من الجهل البسيط لا من الجهل المركب، لأن المراد به يا أولاد هو عدم العلم، مش المراد به أن تعلمه على هيئة مخالفة لما هي عليه في الواقع ونفس الأمر، لا هي لا تعلمه قط، الذاكرة فارغة منه، كالتفضيل بين عمار وحذيفة أيهما عند الله أفضل، ما نعرفش، هو موجود بس ما نعرفش، يبقى ده جهل بسيط ولا مركب؟ بسيط. لكن لما تعتقد تفضيل عمار على حذيفة أو تفضيل حذيفة على عمار أو أن الاثنان متساويان، يبقى ده جهل مركب، لكنها لم تعلم أصلا لعدم الخطأ فيه، لأنه ليس بخطأ. لماذا؟
عارف يكون خطأ إمتى؟ لما تعتقد خلاف الحقيقة. لكن هي لم تعتقد أصلا. وقيل يمتنع، أي يمتنع اتفاقهم على جهل ما لم تكلف به الأمة، يمتنع كاتفاقها، يعني قياسا على اتفاقها على جهل ما كلفت به، أي يمتنع أن تجهل ما لم تكلف به، كما يمتنع أن تجهل ما كلفت به. أقولها تاني، يمتنع أن تجهل الأمة ما لم تكلف به، كما يمتنع أن تجهل ما كلفت به. فهو يريد أن يقول أنا أقيس ما كلفت، ما لم تكلف به على ما كلفت به. لماذا؟ قال لأنه لو جهلت ما لم تكلف به سيكون الجهل طريق لهذه الأمة. إذا الكل يتفقون على عدم معرفة أفضلية عمار على حذيفة أو حذيفة على عمار، ده الأمة كده بتبقى جاهلة، ده الأمة كده يبقى اتفقت على الجهل، واتفاق الأمة على الجهل ممنوع. قال ولا يمتنع، وقيل يمتنع كاتفاقها على جهل ما كلفت به. كاتفاقها يعني يا أولاد، يعني قياسا على أنه يمتنع عليها أن تجهل ما كلفت به. وإلا يعني إيه يا أولاد؟ يعني لو لم نقل بأنه يمتنع لكان الجهل سبيلا لها. الأمة كلها تتفق على عدم معرفة أفضلية حذيفة على عمار، تبقى الأمة كلها وقعت في الجهل، وكون الأمة كلها تقع في الجهل أمر خطير. ليه؟ لأننا كل الأمة معناها المجتهدون، لأن غير المجتهدين سيتبعون المجتهدين، فيكون اتفاق الأمة على أنها لم تعلم ما لم تكلف به يؤدي إلى اتباعها. طب واتباعها على إيه؟ اتباعها على جهل، واتباع الأمة على جهل ممنوع. قالوا فيه وهو باطل، وأجيب بمنع أنه سبيل لها. قال لا، أنت بتقول وإلا كان الجهل طريقا لها. لا يا حبيبي، ده إمتى يكون الجهل طريق للأمة؟ لما الأمة تختاره، لكن ده أمر اتفاق، الأمة أصلا ما اختارتوش، فليس سبيلا لها. يبقى جاء في البدايات ونازعه وناقشه في كلمة سبيلا، قال له وإلا كان الجهل سبيلا. قال له يعني إيه سبيل؟ قال له يعني طريق، ده لغة. طيب والسبيل يعني إيه هنا؟ قال يعني ما يختاره الإنسان من قول أو فعل، وما يختاره الإنسان يعني ده اختياري. والأمة إذا اتفقت على جهل ما لم تكلف به ده مش هيبقى أمر اختياري، ده أمر كده اتفاقي، يبقى حينئذ ليس الجهل سبيلا لها. لأنه متى يكون الجهل سبيلا لها؟ إذا اتفقت واختارت الجهل وعدم العلم. أما إذا حصل لها اتفاقا فإنه لا يكون سبيلا لها. وإلا كان الجهل سبيلا لها فيجب اتباعه، وفيه هو باطل، وأجيب بمنع أنه سبيل لها. لأن سبيل الشخص ما يختاره، يعني ما يختاره الشخص،
من فعل أو قول، وعدم العلم بشيء ليس من ذلك. يعني هي لم تعلم أفضلية جابر أفضلية حذيفة على عمار أو العكس، ده مش طريق لي وده مش سبيل لي، لأنها لم تختار وإنما وقع منها اتفاق. ولا يمتنع انقسامها فرقتين، كل مخطئ في مسألة على الراجح. لأنه لم يخطئ إلا بعضها نظرا إلى كل من المسألتين، إلى كل مسألة على حدة. جميلة المسألة، نقراها مع بعض بقى كده واحدة واحدة. ولا يمتنع، يعني ولا يمتنع يعني لا يستحيل، يعني ممكن، يعني عايز يقول ايه ممكن. قال ولا يمتنع انقسامها فرقتين، يعني يجوز للأمة أن تفترق إلى فرقتين، كل مخطئ في مسألة. يبقى هما مسألتين. المسألة الأولى أخطأت فيها 50% من الأم، و50% الثانية أصابت، وبالعكس المسألة الثانية أصاب بها 50 وأخطأ 50. ده يمتنع؟ قال لا يمتنعش، جائز. لماذا؟ لأنه هو هل صدق أن الأمة بكمالها وتمامها قد اتفقت على الخطأ؟ لا، ده اللي أخطأ بعض الأمة وليس كل الأمة. قال ولا يمتنع انقسامها فرقتين، كل مخطئ في مسألة بين مسألتين على الراجح، كاتفاق فرقة على أن الترتيب في الوضوء غير واجب، والأخرى أن الوضوء الترتيب في الوضوء واجب. كاتفاق، نقراها تاني، على أن الترتيب في الوضوء غير واجب، والأخرى أن الوضوء على أن الترتيب في الوضوء واجب. جميل، يبقى عندنا مسألتين، المسألة الأولى الترتيب في الوضوء، المسألة الثانية المسألة الثانية الترتيب في الصلوات المقضيات. جميل، يبقى عندي ترتيب هنا وترتيب هنا. فبعض العلماء مثلا يعني يذهب إلى أن الترتيب في الوضوء ركن، وبعض العلماء يذهب إلى أن الترتيب ليس بركن، وبعض العلماء يقول ترتيب الصلوات المقضيات واجب، والبعض الآخر يقول ليس بواجب. طب مجموع المسألتين إيه يا أخوانا؟ الترتيب. يبقى إيه القدر المشترك ما بين المسألتين؟ الترتيب يا أولاد، أنتوا معيش معاي، مش احنا بنتكلم على الترتيب الوضوء وعلى ترتيب الصلوات. ذهب طائفة إلى أن الترتيب في، يعني بنتكلم على افتراضا، إلى أن الترتيب في الوضوء واجب وأن الترتيب في الصلوات ليس بواجب، وطائفة ثانية إلى أن الترتيب في الصلوات، ما احنا عندنا مسألتين اهو، مسألة الأولى الترتيب في الوضوء، انقسمت الأمة إلى قسمين، طائفة ترى أن الترتيب واجب وطائفة ترى أن الترتيب ليس بواجب. المسألة الثانية الترتيب في قضاء الصلوات المقضيات،
بعضهم يقول بالوجوب وبعضهم يقول بعدم الوجوب. هل يمكن انقسام الأمة إلى فرقتين؟ فرقة تقول بأن الترتيب في الوضوء واجب، وفرقة تقول بأن الترتيب ليس بواجب، وكذلك في الترتيب في الصلاة؟ نعم، لأن الذي أخطأ بعض الأمة وليس كل الأمة. طب إيه القدر المشترك ما بين المسألتين؟ الترتيب. وقيل يمتنع وعليه الأكثرون. وقيل يمتنع. يمتنع يا مشايخ، يعني يمتنع أن تفترق الأمة على قولين، كل فرقة مصيبة في بعضها مخطئة في الآخر. طيب، الذي قال بالامتناع يعني قال غير ممكن. يا مولانا غير ممكن ليه؟ قال والله لأنه لو هم أصل أنت عندك إيه؟ عندك الوضوء 50 و50، جميل؟ يبقى 50 في المسألة الأولى أصاب و50 أخطأ، والمسألة الثانية 50 أصاب و50 أخطأ، فناخد 50 الخطأ من هنا على 50 الخطأ من هنا نضمهم، يبقى 100%، يبقى اللي أخطأ 100%. وعليه الأكثرون نظرا لمجموع، نعم، لخطئها نظرا إلى مجموع المسألتين. حاصله إذا نظر إلى مجموع المسألتين منضم إحداهما إلى الأخرى كان الجميع مخطئا. لو نظرنا إلى أصل الترتيب لا، الأمة كلها أخطأت، لأن احنا خدنا 50 من هنا و50 من هنا وضممناهم معا صارت 100. وإذا نظرنا إلى كل مسألة على حدة لا، لم يخطئ فيها إلا بعض الأمة. وقد علم أن الإجماع شرطه الإسلام. وقد علم من التعريف أن الإجماع يشترط فيه إسلام المجمعين، فمن نكفره ببدعته لا اعتبار بوفاقه ولا بخلافه. يعني من كان كافرا بسبب أنه ارتكب بدعة مكفرة فإننا نقول لا عبرة بوفاقه لأهل الإجماع ولا عبرة بخلافه لأهل الإجماع، فموافقته ومخالفته هدر لا قيمة لها. لماذا؟ قالوا لأنه ليس من الأمة المشهود لهم بالعصمة، لأنه خرج عن مسمى الأمة بابتداعه وخروجه عن جادة الإسلام وعن طريق القويم، خرج أن يكون من الأمة. وأنه ممكن، يعني وأن الإجماع جائز عقلا وواقع سمعا. وقيل إنه يمتنع. هو في النسخة الجديدة، وريني كده يا ولدي، أنا قايل له في شيء مهم يعمله. وأنه ممكن في النسخة الجديدة جعلها من أول السطر، يعني وأن الإجماع ممكن الحصول غير مستحيل الوقوع. وقيل إنه ممتنع عادة، العادة تحيله. طيب إيه جهت بقى إيه حالة العادة؟ قالوا لأنه مثل الطعام، هل العادة تقضي بأن كل من يحضر في رواق الأتراك للفقير إلى الله يأكلون في يوم واحد الملوخية؟ حصل؟ طب أنا أسألكم عن حاجة بسيطة. أنا امبارح أكلت
جه بيض، في حد كان معايا بيض؟ هل يعقل، هل جرت العادة بأن يجتمع الجمع الكثير الغفير على مأكول معين؟ لا. هل اتفق أن كل الرواق ده في يوم واحد أكلوا ملوخية؟ حصلش. ده ممتنع عادة على أكل طعام واحد وقولة كلمة واحدة في وقت واحد. يعني أن احنا الساعة الخامسة بالضبط نقول الله، ده امتنع في العادة، لم تجري به العادة. هذا قياس مع الفارق. انت هنا بتقيس رغبات وأهواء، بتقيس عليها ايه؟ انت بتقيس اجتماع العلماء على الدليل الشرعي على اجتماع الناس على مأكول ومطعوم بصفة معينة في وقت واحد، وهذا قياس مع الفارق، لأن الطعام أمر مرده إلى الشهوة وهي غير منضبطة، وأما اجتماع العلماء فمرده إلى الدليل والدليل منضبط، لأن الدليل به علامة يصل الإنسان من خلالها إلى الحق أو إلى المراد. قال وأجيب بأن هذا لا جامع عليه. طيب الطعام إيه السبب اللي يخلي الهمم كلها تلتف وتدور حول ذلك الطعام في ذلك الوقت؟ لا شيء. ولكن عندما تجتمع العلماء كافة على العمل بدليل واحد، نعم ده جائز، لأن الدليل يؤدي إلى المدلول وإلى المطلوب لاختلاف شهواتهم. في واحد ما بيحبش الملوخية أصلا، وفي واحد بلده ما فيهاش ملوخية، وفي واحد في العمليات ممنوع عليه الأكل، وفي واحد صايم. ودواعيهم واختلاف دواعيهم، ممكن واحد تبقى عنده الداعية إنه يأكل الطعام لأنه عايز يعني يسد خلل الجوع، وبعضهم يريد أن يمتنع عن الطعام حتى يسد خلل يعني السمنة المفرطة، بخلاف الحكم الشرعي. نعم، لأن الحكم الشرعي يجتمعون عليه لأنه له ما يجمعهم جميعا وهو الدليل، إذ يجمعهم عليه الدليل. وقد يكون الدليل ظاهرا فتجتمع الأمة عليه، وقد يكون الدليل قاطعا فيسهل الاتفاق عليه، أو نصا قال وأنه يحرم خرقه. هذا في القطعي، الإجماع القطعي هو الذي يحرم خرقه، وكذا في الظن بغير دليل، يعني وكذلك الإجماع الظني يحرم أن تخالفه أيها المجتهد بغير أن يكون لك دليل على المخالفة. يعني بغير دليل راجح. وفي تركيب المصنف استعارة مكنية وتخيل، حيث شبه الإجماع بالسور المحيط. خرقه يعني ما اخترق السور، يعني أنه علا عليه ونزل من الناحية الثانية، ده خرقه. فالإجماع مثل السور، لا يجوز للإنسان أن يعلو على الإجماع وأن يتركه إلى المكان الآخر، ده معنى خرقه. يعني خرقه معناه مخالفته، بجمع أن كلا يحفظ ما اشتمل عليه. إيه العلاقة ما بين السور وما بين الإجماع؟ إن السور يحمي المكان الذي جعل سورا له، وكذلك الإجماع يحمي القول من المخالفة. وأنه يحرم خرقه، أي خرق الإجماع حرام، لأن الله تعالى توعد بقوله
ويتبع غير سبيل المؤمنين وله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ولا خلاف إذا كان عن نص، فإن كان عن اجتهاد يا كلام آخر. قالوا ويحرم خرقه ولو بإحداث قول ثالث، ولو بإحداث قول ثالث أو تفصيل لم يكن. يعني إيه بقى الكلام دوات؟ يعني هب أن العلماء قد اتفقوا على مسألتين. يعني إيه؟ بعضهم قال هذا القول، اتفقوا على قولين في مسألة واحدة، بعضهم قال هذا القول والبعض الآخر قال قولا آخر، ولم يوجد من يقول في عصرهم بغير ذلك. ثم جاء بعد ذلك قوم آخرون من المجتهدين، هل يجوز لهم أن يحدثوا قولا ثالثا بعدما استقر هذين القولين أم لا؟ قالوا لا يجوز، لأن اتفاقهم على قولين إجماع ضمني بأنه لا ثالث. فيأتي قوم ويقولون بأن هناك ثالث، هذا مخالف للإجماع. فهمنا؟ مثاله ما قيل في الجد مع الأخ في الميراث. قيل الميراث للجد، هذا ما حدش يورث للجد والإخوة لن يرثوا. قال ولو بإحداث قول ثالث، فمسألة الميراث للجد يعني فيما إذا مات وترك جد وإخوة لأب أيهما يرث؟ قيل في بعض الآراء الجد يرث، وقيل الميراث للجد والإخوة. لا يأتي قول ويقول لا الميراث للإخوة دون الجد، لأن الطرفين متفقين على أن الجد وارث، فقد أجمعوا على ميراثية الجد وإن اختلفوا في مقدار ميراثه. لكن يأتي قول ثالث ويقول الجد غير وارث، يبقى رافع ما اتفق عليه القولان، لأن قول يقول الجد وارث وقول يقول هو وارث مع الإخوة، فلا يجوز إحداث قول ثالث ويقول الجد غير وارث. لماذا؟ لأن هم اتفقوا في ضمنا على أن الجد وارث، يبقى إجماع، فإحداث قول ثالث يؤدي إلى خرق الإجماع. مسألة سهلة إيه؟ أو تفصيل، وكذلك يمتنع إحداث تفصيل يؤدي إلى رفع ما أجمع عليه. طيب للتوعد عليه، يعني لأن ربنا سبحانه وتعالى توعد على يعني من خالف الإجماع. يعني إيه بقى أو تفصيل؟ إذا لم يفصل المجتهدون في مسألتين، لم يفصل يعني إيه؟ يعني عندنا مسألة أجاب بعضهم فيها بالنفي وأجاب بعض آخر بالإثبات، فهل لمن بعدهم من المجتهدين الفصل إن هم يحدثوا تفصيل فيه تفصيل؟ وهذه المسألة قريبة المعنى من التي قبلها، فإن التفصيل بينهما بعد إطلاق الفريقين إحداث لقول ثالث. نعم صحيح، ما أنا لما واحد يقول بالنفي ينفي والآخر يثبت،
فأضيف قيد يقول فيه تفصيل، يبقى أنا أحدثت قول ثالث. لأن واحد بيقول لي حرام مطلق، والثاني يقول حلال مطلق. واحد يقول لي والله حلال بقيد حرام بقيد، يبقى أحدث قول ثالث أم لا أحدث قول ثالث؟ لكن ما الفرق بقى بينهما؟ هنا معنى الكلام، والمسألة دي مسألة لطيفة. ولأجل ذلك لم يفردها الآمدي وابن الحاجب. يعني الآمدي وابن الحاجب لما وجد المقاربة الشديدة في المعنى جعل المسألة واحدة، اللي هو إحداث قول ثالث هو بعينه إحداث تفصيل. لأن المسألة اللي فاتت بقول إيه؟ الجد وارث، الإخوة مشاركون. ما ينفعش أقول الجد في القول الثالث غير وارث، يبقى ده إحداث قول ثالث. إحداث تفصيل بقى هجيب لك أنا مثال لهذا. ولكن الفرق بينهما أن هذه المسألة مفروضة فيما إذا كان محل الحكم متعددا، وأما تلك ففيما إذا كان متحدا. يبقى محل الحكم هناك إيه؟ محل الحكم الميراث للجد وللإخوة. يبقى الميراث متحد اهو. وحاصل التفصيل الذي في هذه المسألة أنهم نصوا على أنه لا فرق بين المسألتين، فلا يجوز الفصل، وأنه إذا لم ينصوا على عدم الفرق وأنه لا فلا يجوز الفصل. أما إذا لم ينصوا على عدم الفرق ففيه ثلاثة مذاهب: الجواز، يعني جواز إحداء التفصيل، جواز التفصيل، والثاني المنع، منع التفصيل، والثالث أنه إذا كان الجامع بين المسألتين فلا يجوز، كتوريث العمة والخالة. يبقى عندي بعض المذاهب بيقول إيه؟ من ذوي الأرحام العمة والخالة، المذهب بيقول هما وارثتان، ومذهب بيقول ليستا وارثتان، ومذهب يفرق بين الخالة والعمة. يبقى هذا أحدث تفصيلا، يا إما ورثين يا إما غير ورثين، يا إما خلي بالك بعضهم وارث وبعضهم ليس بوارث. يبقى محل الحكم هنا إيه؟ متعدد، الخلا والعم محل الحكم فيما سبق واحد، الجد وارث مشارك ليس بوارث. هنا الخالة والعمة وارثتان ليستا وارثتين، الفرق. فلا يجوز كتوريث العمة والخالة، فإن العلة في توريثهما أو عدم توريثهما كونهما من ذوي الأرحام. ومن ورث واحدة أو منعها قال الأخرى كذلك. طب ما هو انت ورثت الخالة دون العمة، طب ما دي من ذوي الأرحام قلت بأنها وارثة، والأخرى من ذوي الأرحام قلت بأنها ليست وارثة، والعكس. يبقى ده تحكم مثلا يعني. وكل من ورث واحدة أو منعها قال الأخرى كذلك، فصار كذلك بمثابة قولهم لا تفصلوا، وإن لم يتحد الجامع بينهما فيجوز. الجمع يعني ايه؟ يعني العلة،
يعني العلة ما بين المتعدد متحدة. فإذا كانت العلة ما بين المتعدد متحدة يبقى في ثلاثة أقوال: المنع، الجواز، التفصيل. ممتنع التفصيل ان هو يورث واحدة ويترك الأخرى، لأن الجامع والمعنى بينهما متفق، وهو أن كل منهما من ذوات الأرحام. فإذا ورثت واحدة وتركت الأخرى عورضت بأنها مشتملة على المعنى وهي أنها من ذوي الأرحام. أما إذا لم يكن بينهما معنى متفق. طيب قال: وإن لم يتحد الجامع فيجوز، كما إذا قال بعضهم لا زكاة في مال الصبي ولا في الحلي المباح. يبقى عندي ثلاثة أقوال في إيه؟ فيما إذا تعدد محل الحكم. يعني عندي الخالة والعمة في الميراث في ذوي الأرحام، بعضهم قال لا يجوز إحداث تفصيل، وبعضهم جوز، وبعضهم فصل. قال إذا كان الجامع متحد يمتنع، إذا كان الجامع متحد يمتنع إحداث تفصيل، وإذا لم يكن متحد لا يمتنع إحداث تفصيل. أقولها تاني؟ نقولها تاني، نرى المسألة كده. بيقول: أو قول ثالث أو تفصيل، يعني يحرم إحداث تفصيل بين المسألتين. إحنا عندنا هنا مسألتين، في إحداث قول ثالث وفي إحداث تفصيل. القول الثالث قلنا بأن يكون محل الحكم واحد، ميراث الجد. قيل الجد وارث إذا اجتمع مع الإخوة دون الإخوة، وقيل الجد يشارك الإخوة كأخ، فهل يجوز أن يأتي بعد ذلك قول آخر يقول بعدم ميراث الجد؟ قالوا لا، لأنه فيه خرق للإجماع. طب إحداث تفصيل، إيه الفرق ما بين إحداث تفصيل وبين إحداث قول ثالث؟ قال: في إحداث قول ثالث المحل واحد وهو الجد معنا، وفي إحداث تفصيل المحل متعدد كمثال العمة والخالة وزكاة الصبي وزكاة الحلي. مسألتين يعني، لو مسألتين يبقى يمتنع. هل يمتنع إحداث تفصيل أو لا؟ العلماء ذكروا فيها ثلاثة أقوال. هناك من منع، وعلى ذلك مشى الشيخ الرملي في الكتاب متابعا للمحلي في شرحه على جمع الجوامع، وبعضهم أجاز اليجوز مطلقا، وبعضهم فصل فيما إذا أحدث تفصيل. قال: إما أن يكون هناك جامع بين المسألتين، وإما أن لا يكون هناك جامع. فإن كان هناك جامع امتنع إحداث تفصيل بين المسألتين، كمسألة العمة والخالة، هناك من يعني ورثهما معا وهناك من منعهما معا، فلا يجوز أن تقول سأورث واحدة دون الأخرى، لأن ذلك إحداث تفصيل في مسألة اتحد فيها الجامع. وأما إذا لم يتحد الجامع بين المسألتين فيجوز إحداث قول ثالث. مثلا مسألة زكاة الحلي مع زكاة مال الصبي، مسألتين أهم، منهم من قال لا زكاة في مال الصبي كأبي حنيفة ولا في الحلي المباح كالشافعي، ومنهم من قال بوجوب الزكاة فيهما معا
فهل يجوز لمجتهد أن يقول سأقول بوجوب الزكاة في أحدهما دون الأخرى وأحدث تفصيلا لم يحدثه يعني من كان قبلي من المجتهدين؟ قلنا له نعم، لأن الجامعة بين المسألتين مختلفة. دي زكاة نقدية في الحلي، ودي زكاة لمال الصبي، فما فيش علة متحدة ما بينهم. طيب، والإجماع حجة على أهل العصر الثاني ومن بعده، يعني إذا انعقد الإجماع صار حجة ملزمة لأهل العصر الأول وكذلك لأهل العصر الثاني. إذ لو لم يكن كذلك، يعني إذ لو لم يكن الإجماع حجة لزم أن يصير غير حجة بعد كونه حجة. إذا لو كان الإجماع لو لم يكن حجة على أهل العصر الثاني للازم إنه في أهل العصر الأول حجة وفي الثاني ليس بحجة، وذلك خلف وليس موجودا في الأدلة أن يكون دليل في زمن حجة وفي زمن آخر غير حجة. لازم أن يصير غير حجة بعد كونه، أي بعد كون ذلك الإجماع حجة، وهذا خلف ليس موجودا في الشريعة. والإجماع حجة في أي عصر كان، هذا رد على مذهب الظاهرية الذين يقولون بأن الإجماع ليس بحجة إلا في عصر الصحابة دون من بعدهم. في أي عصر كان، يعني في أي عصر وجد الإجماع حجة، سواء عصر الصحابة، عصر التابعين، من بعدهم إلى آخره، لأن أدلة الإجماع التي فرضت عصمة الأمة لم تفرق بين عصر وعصر، ولا بين طائفة وطائفة، ولا بين مكان ومكان. قال: والإجماع حجة على في أي عصر كان من عصر الصحابة ومن بعدهم، فلا تختص بالصحابة، يعني لا تختص حجية الإجماع بعصر الصحابة، لأن التعريف صادق على الصحابة وصادق على التابعين وصادق على من بعدهم إلى يوم الدين، لصدق علماء أهل العصر بغيرهم، أي بغير الصحابة. وهذا التعريف والتعريف هذه يستنبط منها الأحكام. وخالف الظاهرية فقالوا يختص بهم، وهذا باطل. قال ابن حزم: ذهب داود وأصحابنا إلى أن الإجماع إنما هو إجماع الصحابة فقط، وهو قول لا يجوز خلافه، لأن الإجماع إنما يكون عن توقيف، والصحابة هم الذين شهدوا التوقيف. طيب، كلام طويل لا نريد أن نعيده. ولا يشترط في انعقاد الإجماع وحجيته انقراض العصر. هنا نقف، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفهمنا وأن يعلمنا وأن يفتح علينا فتوح العارفين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت يا رب على الحق أقدامنا. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، واغفر لنا فيما جرت به المقادير. اللهم ارحمنا إذا صرنا تحت التراب، وارفع قدرنا وأمتنا على الحق وأمتنا على الإسلام، ولا تقبضنا مفتونين يا رحيم يا رحمن. اللهم إنا نسألك أن توفقنا لما تحبه وترضاه، وأن تفتح علينا فتوح العارفين، وأن تنجنا من شر أنفسنا والإنس والجن أجمعين. اللهم اشرح صدورنا ويسر غيوبنا، وأعطنا الفهم والعلم والعمل. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.